قبل ثورة 1919 اعتمدت مجلة اللطائف المصورة في أعدادها الأسبوعية على نشر خبر مثير عن المجتمع، سرقة بقى، نصب، خرج ولم يعد، الحاجات دي كلها. وكان النشر في الغالب بيكون في مساحة محدودة في الصفحة التانية، وباقي العدد بيعتمد على الخبر ده. القائمين على المجلة كانوا عارفين كويس جداً من أين تؤكل الكتف، وإن خبر الجريمة بيحرك جوه المصريين الفضول، والفضول في الصحافة هو الاستثمار الناجح. مع الوقت قل فضول المصريين بالنسبة للحوادث، وكان حتماً وضروري ولابد من زيادة الجرعة، بمعنى إن مساحة الخبر الصغير تزيد وتبقى في نص الصفحة الأولى وفيها شوية تفاصيل وحبكة درامية كمان، ومفيش مانع من إنه يكون داخل العدد عمود بيستكملوا بيه المنشور في الصفحة الأولى. ومع زيادة المساحة المنشورة حصل تنوع في الأخبار، ودخلنا بقى في سكة القتل والسفاحين. بدر الدخاني صاحب 135 جريمة قتل تم إعدامه عام 1920، ده غير إبراهيم الفقير صاحب 200 جريمة قتل. واستثمرت الصحف وقتها جرائم بدر والفقير لزيادة المبيعات، وتم البيع من باب فضول المصريين واندهشهم من إن في مصر سفاحين، أو يمكن كمان من باب الخوف من وجودهم بالقرب من مسرح عمليات السفاح. وانتهى بدر والفقير وانتهت قصتهم، وزادت مساحة النشر لصفحة كاملة، وفي خلال سنة واحدة الصفحة بقت 2 عشان تستوعب جرائم عصابة قتل السيدات ريا وسكينة. ومن سنة 1923 أصبحت الصفحة الأولى بالكامل بتخص جرائم القتل. اقرأ الحادثة، جناية فظيعة في الإسكندرية، مقتل الوجيه السوري توفيق بيك كرم. اقرأ الحادثة، نبيلة إنجليزية مصرية تقتل نفسها قضاء وقدر. النبيلة زوجة النبيل عباس حليم وكانت بتنظف مسدسها. اقرأ الحادثة، الحادث الجلل اغتيال سردار الجيش وحاكم السودان العام. اقرأ الحادثة، اعتراف المتهمين في حادث قتل السردار. اقرأ الحادثة، مسرع الشقي الشرقاوي الشهير. وبعد ما سنت اللطائف سنت إن الجريمة تفيد في التوزيع، وإن العدد الواحد مباح أحياناً احتلال نصفه اللي هو 8 صفحات للجرائم المتنوعة. وبعد ما قل فضول المصريين تجاه الجريمة لتاني مرة وإحساسه بالتشبع من الجريمة وأخبارها وأخبار السفاحين أمثال محمد منصور خط الصعيد وسعد اسكندر سفاح كرموز وإبراهيم زملك اللي هو مش عارفة مين، أصدر نادي البوليس عام 1957 مجلة اسمها البوليس، و50 صفحة جريمة في جريمة، حكاوي الفتوات أمثال حميد الفارس إمبراطور اسكندرية، ومطاريد الجبل أمثال عنتر السايح وبضيف موسى وعباس الأسود، ورصد كمان للمحاضر وفوازير وقصص قصيرة وأشعار ومراسلات، كله لا تخلو من الجرائم وتراثها العربي والعالمي. أما عن أشهر تغطية صحفية للجريمة في مصر فكانت قصة سفاح فيلم اللص والكلاب محمود أمين سليمان، واهتمام جريدة الأخبار بالحدث لدرجة إن الصفحة الأولى من 3 إبريل لغاية 16 إبريل سنة 1960 كانت مخصصة للسفاح وأخباره ومناشدة كمان الأهالي بالمساعدة للقبض عليه. والغريب في التغطية إن صاحب الجريدة ومؤسسها مصطفى أمين تفرغ كلية للكتابة بنفسه عن السفاح، وكانت الكارثة في منشاد 16 إبريل مسرع السفاح، وتحتها خبر مكتوب عن عبد الناصر وزيارته لباكستان، بس للأسف الإخراج الفني للجريدة خلاها تتقري بشكل غلط، اتقرت مسرع السفاح عبد الناصر في باكستان اللي كانت السبب في تأميم الصحافة. وفي الثمانينات ظهرت مجلات متخصصة في الحوادث لاستثمار شغف المصريين المتزايد في قراءة كل ما هو غريب ومثير حول العالم، من اغتصاب وسرقة وقتل ونصب ودجل وزنا محارم وحاجات استغفر الله العظيم كتير ما اقدرش اقولها، واستغلال اطفال ومخدرات وتحرش وقايمة طول. ومن الجرايد دي اخبار الحوادث والحوادث اليوم والحوادث وغيرها من المجلات اللي بتستثمر الجريمة وحبنا في متابعتها، واصبح في الجرائد اليومية صفحة متخصصة للحوادث زي صفحة حوادث وقضايا. ومن الإعلام المقروء للإعلام المرئي عشرات البرامج بتحاول جذب المشاهدين لزيادة الإعلانات من خلال فقرات أصابتنا بحالة من القرف. 100 سنة جريمة منشورة خلقت جوانا حالة من التبلد، بدأت بخبر ووصلت لإصدار كامل، وأصبح قتل الإبن لأمه أو أبوه شيء عادي. وبعد 100 سنة اكتشفنا إننا أجرمنا في حق نفسنا، فحاولنا نبرز بعض الإيجابيات في حياتنا زي أمانة السايس وأمين الشرطة والموظف البسيط، لكن اقرأ الحادثة برضو بتكسب. اقرأ الحادثة.